السلام عليكم طلابنا. هذا هسه الديسكريت تايم سكيلينج، احنا اخذنا بالمقاطع السابقه ثلاث مقاطع سجلنا كان كونتينوس تايم، هسه ديسكريت تايم. الاكسبانشن بالديسكريت تايم نسميه انتربوليشن، والكومبريشن بالديسكريت تايم نسميه ديسيميشن. اوكي، ف خلينا ناخذ مثال هنا. انا عندي هاي الاشاره x of n تساوي 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1. شوف انا حاط لك اشارة على الخمسة، على هاي الخمسة. اوكي، يعني الزيرو عليها يصير، فمن رسمتها هذه هنا صارت، هذه هي هنا الزيرو. اوكي، فخمسة بعدها يجي 4 3 2 1 فرسمتها. اوكي، هذه منو؟ هذه n تساوي 0، هذه n تساوي 1، هذه n تساوي 2، هذه n تساوي 3، وهذه n تساوي 4. اوكي، فالرسمت هذه امامكم، هذه هذا الجزء القبلها قبل الخمسة، هذه هنا هذه n تساوي ناقص 1، يعني هذا عندي بالناقص 1 عندي 5. هذه اللخة هذه n تساوي ناقص 2، هذه n تساوي ناقص 3، هذه عفوا اي ناقص 3، هذه n تساوي ناقص 4، وهذه n تساوي ناقص 5. اوكي، هذا اللي رسمتهن امامك. هسه اريد اسوي interpolation by 2 و decimation by 2. اوكي طلاب، بكل بساطة طلاب، الانتربوليشن يعني expansion. اوكي، expansion يعني تصير x of n على سيجما. اوكي، سيجما هنا انا عندي هي تساوي 2، واضح؟ انا نعطيك اياها اريدها 2، زين؟ بينما الديسيميشن تصير x of سيجما في n. اوكي، والسيجما ايضا هي نفسها هذه تساوي 2، انا نعطيك اياها، واضح؟ شلون هسه نحل السؤال؟ فطلب عيني الانتربوليشن هو لما يكون مثلا الدالة الجديدة نسميها p of n، انا نعطيكم هيك مثال بالمحاضرة، p of n تساوي x of n على 2، لان انا نعطيك اياها 2. اوكي، هذا شنو معناته؟ معناته بكل بساطة يعني لا تتعب نفسك، أخلي صفارة بين كل رقمين. أوكي، أخلي صفارة بين كل رقمين، هنا يجيني صفر، هنا يجيني صفر، هنا يجيني صفر، يعني تصير وتساوي الدالة الأصلية هذه قدامنا 1 0 2 0. أوكي، 3 0 4 0 5 0 5، والصفر هنا أنا مالتي الأصلي الأوريجن 0. هسه 4 0 3 0 2 0 1 0، وانتهى الحل. أوكي، هذا هو الانتربوليشن بمقدار 2. اوكي، شنو يعني بمقدار 2؟ اخلي عدد من الاصفار بين النقاط. ايش قد عدد الاصفار بين كل نقطتين؟ هو السيجما ناقص 1. اوكي، يعني لو كانت سيجما تساوي 3، يعني عدد الاصفار يساوي 2. اوكي، لانه هو سيجما ناقص 1 هو عدد الاصفار بين كل نقطتين، واضح طلاب؟ هذه هسه بالنسبة للانتربوليشن. بالنسبة للديسيميشن باي 2، هم يعني شغلة بسيطة، مثلا خلينا نسميها r of n هي x of سيجما في n. اوكي، هاي الديسيميشن شو نسوي؟ هو مجرد انه ابدي احسب، اول اترك الثاني، اخذ اللي بعده اترك اللي بعده. هسه مثلا عندي اني اول شيء
هاي الناقص خمسة ما راح أقدر أخذها، أبدي باللي قبلها، لأنه هذه الناقص خمسة هي n، فn أقدر أقسمها على اثنين ما تنقسم، تصير بها كسر، لازم تبقى عدد صحيح. إذا أبدأ من ناقص ستة، فصير ناقص ستة على اثنين تصير ناقص ثلاثة. أوكي طلاب؟ فالمهم هسه إذا أني أبدأ من ناقص ستة خلي لها صفر، ما عندي بها شيء. أوكي أترك اللي بعدها، خلي أمسح هذا الني، أترك نغير اللون بالأزرق نسويه. هذه هسه أول وحدة. أوكي أخذها فارزة، أخذ اللي بعدها. أوكي الخمسة انتركت، إذا أخذ الاثنين فارزة، أترك الثلاثة، أخذ اللي بعدها هذه الأربعة فارزة، أترك هذه الخمسة، أخذ الخمسة اللي بعدها وهي الأوريجن طبعا فارزة، أترك هذه الأربعة، أخذ الثلاثة. أوكي هسه أترك الاثنين، أخذ الواحد. أوكي واضح طلاب؟ هذا الحل هيك يصير بكل بساطة، مجرد أنه أحسب وأترك. واضح طلاب؟ الحلو بهذا الموضوع طلاب، يعني اللي المهم لازم تعرفوا انه شنو الانتربوليشن، هذا هو قابل للاسترجاع، تقدر ترجع الاشارة بدون خسارة. لكن الديسيميشن هذا الاشارة انا خسرت بها نقاط، فما اعرف هي النقاط الاصلية ايش قد كانت، فهي لذلك هي نسميها لوسي او تعطينا خسارة بها لوسز. اوكي طلاب عيني، بالتوفيق ان شاء الله.